بهدف الحفاظ على مسرح خيال الظل. قامت الأمانة العامة للتنمية بتدريب كوادر جديدة على هذا النوع من الأعمال المسرحية، حيث تم تخريج فريق مختص في محافظة السويداء يحمل اسم ظلال، ومنحه شهادات تخوله البدء بتقديم عروضه لهذا الفن. فعاليتنا هي كانت ثمرة لتسجيل عنصر مسرح خيال الظل على قائمة الصمم العاجل بمنظمة اليونسكو عام 2018. العنصر تعرض لأخطار كثيرة، أهم وفاة الممارسين اللي كانوا عم يقوموا فيه، وما ضل عنا إلا ممارس واحد. فتحركت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع المجتمعات لتدريب كوادر على مسرح خيال الظل. فريق ظلال هو الثاني الذي تم تخريجه على مستوى سوريا، وذلك بهدف حماية وصون الهوية السورية، كون خيال الظل يشكل أحد مفردات التراث السوري. هدف الفعالية الأساسي هو كان تدريب مجموعة من الشباب الغير مختصين ليصيروا مخيلين سوريين لأحياء هذا الفن يلي هو كان يعني بلش يخلص، ما عاد في يعني مخيلين جدد بالوسط الثقافي. هذا التدريب هو الثاني على مستوى تخريج مخيلين محترفين على مستوى سوريا لإبراز وحماية وصون الهوية السورية، كون خيال الظل هو أحد مفردات التراث السوري التي نحاول على الدوام بورشات مختلفة التأكيد عليها وربطها بهويتنا وشخصيتنا السورية. جهود كبيرة تبذلها الأمانة العامة للتنمية من أجل الحفاظ على تراث البلاد وحماية الهوية السورية الثقافية. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء.